وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخيمره حدثه قال حدثني ابو برده بن ابي موسى رضي الله عنه قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال أنا بريء ممن من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة